بسم الله الرحمن الرحيم طلاب السلام عليكم اليوم رح ناخذ example 5 compute the amount of excavation works for the foundation of the building layout shown below the foundation has a width of 0.75 0.85 meter for cross section AA and BB respectively The excavation depth is 0.8 متر هنا عندنا بناية كما مبين بالشكل هاي البناية مالتنا عندنا فاونديشن foundation بعرضين يعني عندنا اثنين نوعين من الفاونديشن واحد بعرض point خمسة وسبعين اللي هو تابع الآي أي وعندنا point خمسة وثمانين اللي هو تابع لبي لاحظوا اذا صار عندنا سكشنين ف راح نخلي هنا علامه القطع هنا عندنا بيبي وهنا اي اي لكن لاحظ بانه الاي اي, آي راح تمشي على كل على هذه الجدران كلها على هذه الجدران كلها ليش لو والبي بي فقط على هذا لو كان هذا مثلا بي بي المفروض ننطيه نأشر عليه بي بي بما أنه ماكو تأشير أو سي سي إذا مثلا غير بغير عرض أيضا نأشر عليه لكن ما دام ما مؤشر عليه إذا هو تابع للأي أي يعني فقط المؤشر عليه هو البي بي هو تابع فقط لهذا الجدار راح يتغير العرض مع الأساس هذا الجدار مثل ما قلت لكم قبل بأنه إحنا هسه الأبواب ما تمنع والشبابيك أيضا هسه ما تمنع لحد الآن فنجي نمد هذا ونمد هذا وناخذ سنتر تو سنتر او سنتر لاين الخاصة بالجدران كلها مثل ما مبين بالشكل هذا لاحظوا احنا لو نفرض مثلا بانه انا جيت حفرت هذا المحيط كامل حفرت هذا المحيط كامل وبعدين اجيت حفرت القطع الداخلية هذه قطعة داخلية وهذه قطعة داخلية فرأسا حتى لو بدون أن تلاحظون حرف التي فبما أنه أنا حفرت قطعة داخلية إذا هي شو راح يصير هي راح تلتقي بهذه القطعة وراح تلتقي بهذه القطعة وهذه أيضا داخلية راح تلتقي منه راح تلتقي بهاي القطعة وراح تلتقي بهذه القطعة هسا نحسب القطعة الأفقية الخارجية والقطع العمودية الخارجية وبعدين نجي للقطع الداخلية احنا راح نبدي منا نحسب لو تلاحظون بانه انا راح احسب منا الى هنا طبعا هذا كأنما هو سقطت هنا فاذا تكملت تكملت هذا هو وين راح يصير راح يصير الى هنا يعني هذا تكملت هذه القطعه لاحظوا هذه بالحقيقة هي والتكملة مالتها هي نفسها هذه القطعة الخارجية هي نفسها هذه القطعة الخارجية لأن هذه إذا أسقطها تنزل هنا وهذه إذا أسقطها هذه راح تنزل هنا لاحظوا فكأنما هي نفس القطعة مجرد هذا صار بانحناء نحسب القطعة الأفقية الخارجية ونضربها في اثنين فاحنا راح نبدي من هذي من هذا السهم فهنا إلى أوصل إلى هنا هو بوينت أربعة وعشرين على اثنين بعدين ناخذ ثلاثة ونص بعدين عندنا أربعة وعشرين لأن احنا ذاكرين عرض الجدار أربعة وعشرين أربعة وعشرين عرض الجدار على البلان ما له علاقة بعرض الأساس يعني مو تجون تقولون هذا عرضه 0.85 خمسة شلون اخذت 0.24 اربعة هذا كعرض اساس ما له علاقة بعرض الجدران العلوية يعني احنا هنا اخر جدار راح يكون عندي بالمقطع هو اربعة امشي على اربعة لكن من اجي احسب الاساس من جوا قلنا راح ناخذ العرض او البناء بعرض 48 او 36 او 24 فاذا راح يكون عندي زائدا بلس أربعة بوينت اثنين أربعة زائدا ثلاثة ونص زائدا أربعة وعشرين على اثنين طيب أما نقول زائد أربعة وعشرين على اثنين وبعدين أجي أخذ هذه القطعة لاثنين ونص أنقص من عدها إيش أنقص من عدها هذه المسافة حتى توصل إلى هنا أو للسهولة شنسوي نقول إلى ثلاثة ونص أنزل ثلاثة ونص زائدا اثنين ونص زائدا بوينت أربعة وعشرين على اثنين أعيد راح نبدي منا منا إلى هنا أربعة وعشرين بوينت أربعة وعشرين على اثنين بعدين ثلاثة ونص بعدين بوينت اثنين أربعة بعدين ثلاثة ونص إذا أنزل زائدا اثنين ونص زائدا بوينت أربعة وعشرين على اثنين أو إذا وصلنا إلى هنا فراح نقول ثلاثة ونص زائدا بوينت أربعة وعشرين على اثنين راح أنزل إلى هنا تمام راح أحتاج هذه القطعة هذه القطعة السنتر لاين هي عبارة عن اثنين ونص اثنين ونص اثنين ونص أنقص من عندها هذه حتى أكون بالسنتر لاين زين بعدين أجي أزيدلها بوت اثنين أربعة حتى أكون بالسنتر لاين، فمنها نقصت ومنا زيدت فراح تبقى اثنين ونص بحد. ليش؟ لأن أنا أصلاً هنا من حسبت حسبت ثلاثة ونص زائداً بونت أربعة وعشرين على اثنين، هذي نضربها في اثنين لأن عندنا قطعتين أفقية خارجية، نجي على قطعة. احنا نشتغل سكشن اي اي يعني يعني العرض مالت الاساس بوينت خمسة وسبعين اللي راح يدخل وياها هذه ايضا القطعة هي تابعة الى منو تابعة الى عرض الاساس بوينت خمسة وسبعين اذا نجي نحسب نجي نقول سنتر تو سنتر ثلاثة ونص زائدا بوينت اثنين اربعة على اثنين زائدا 0.24 اثنين أربعة إلى اثنين دخلت للسنتر دخلت للسنتر حسبتها ثلاثة ونص راح يصير عندنا ثلاثة ونص زائد 0.24 أربعة بما أنه على حساب هذا محفور وعلى حساب أنا حفرت هذا تمام فإذا على حساب هذا محفور إذا لازم شنقص شنقص أنقص عرض منو؟ يا عرض، عرض هذا الأساس اللي هو جقيد بوينت ثمانية خمسة، ليش؟ لأن أنا على حساب هذا محفور، فمن أجي أحسب أنا خدت سنتر تو سنتر، أخذت سن يعني دخلت إلى هذا، هذا بالحقيقة هذا هو محفور بمقدار شقد. محفور بمقدار بونت ثمانية خمسة على اثنين، لأن هو هنا بونت ثمانية خمسة على اثنين، ومن هنا أيضا بونت ثمانية خمسة على اثنين، إذا نسوي خط وهمي أو هيدن لاين مثل اللي سويت لكم إياه بالسكتشات، فإحنا ما هذا ما راح يهمنا، راح يهمنا هذا لأن هذا نقطة التقاطع ويا عرض الأساس لو بونت ثمانية خمسة، فإحنا راح أنقص شقد. راح انقص 0.85 ثمانية خمسة على اثنين هذا ايضا للسنتر لاين بما انه هذا محفور بعرض 0.75 سبعة خمسة اذا راح انقص من عنده شقد راح انقص من عنده 0.75 سبعة خمسة على اثنين صر عندنا القطعة الداخلية الافقية خلصنا الجدار اللي عرضه 0.75 سبعة خمسة هسه نجي الى الجدار الداخلي العمودي اللي هو بعرض 0.85 هذا محفور وهذا محفور اذا من راح اجي احسب للسنتر لاين راح اقول هو عباره عن شنو عباره عن 0.24 على 2 زائدا 3.5 زائدا 0.24 زائدا 1 الى هنا زائدا ثلاثة زائدا point أربعة وعشرين على اثنين خلصت طول هذا الجدار العمودي سنتر تو سنتر بما انه هذا محفور اذا راح انقص اللي انحفر سابقا حتى لا ارجع احفر للسنتر لاين زين لانه محفور أص اصلا فراح تكون عندنا هذه القطعه هذه القطعه هي عباره عن شنو؟ عن بوينت سبعه خمسه على اثنين لان اني هذا شقد عرضه 0.75 فاذا راح تقاطع ويا 0.75 على 2 وايضا هنا هذا عرضه 0.75 احنا بدنا ناخذ للسنتر لاين اذا راح يكون ناقصا 0.75 على 2 وراح يكون النتيجه الطول هو 5.37 متر البول اوف كوانتيتيز جدول الكميات ومرايد من عندنا أكثر من الحفريات لي أه أساس بعرض سبعة خمسة وأساس بعرض بوينت ثمانية خمسة ثاني عندي نا فاونديشن إكسكيفيشن وورك بوينت سبعة خمسة متر هنا لازم تصير ود بوينت, بوينت سبعة خمسة متر with أوكي هنا هو آه مو قايله لان هذا السمك لا احنا هنا دخلنا حتى نفرقه عن الاساس اللي هو 0.85 لان عندنا نوعين من الاساس اليونت متر مكعب قلنا اي حفريات هي متر مكعب النمبر هو واحد هذه ال... هذه مكرره عندنا مره واحده ما عندنا واحده ثانيه مقابل يعني عكسها اللي هنا يعني نجي اللي بعرض 0.75 اصبح العرض الكامل الطول الكامل الى خمسه وثلاثين قوينت ثمانيه سته بعدين العرض هو قوينت خمسه سبعه بعدين الارتفاع احنا ذاكري بالسؤال هو قوينت ايه راح تصير عندنا واحد وعشرين قوينت فاي ونصيك متر مكعب الفاونديشن اكسكافيشن وورك للي عرضه قوينت ثمانيه خمسه ثمانيه خمسه متر وث هو خمسه قوينت ثلاثه سبعه العرض مختلف اللي هو 0.85 السمك أو ارتفاع الحفر هو 0.8 نفسه بعدين استخرج يكون عندي 3.896 وأجمعها فيكون عندي كوانتيتي الكلية للحفريات لهذه البناية هي 25.412 متر أوكي.